ليه علاج يا دكتور؟ الخشونة ليها علاج؟ علاج الخشونة طبعا ليها علاج. علاج الخشونة الأول مش الأدوية، الأول تغيير نمط الحياة. بمعنى أنا لو عندي وزن زيادة لازم وزني ينزل، لو أنا متعود إن أنا بقعد على كرسي قصير لا لازم أقعد على كرسي عالي، لازم ممارسة مواد الرياضة، لازم تفادي إن أنا أقعد ركبتي متنية أوي زيادة عن اللزوم، إن أنا أقف فترة طويلة، كل الحاجات دي مهمة. دي قبل الأدوية. يجي بعد كده دور الأدوية. الأدوية عبارة عن نوعين، مسكنات فدي دورها إنها بتعالج الألم، والمفروض إن إحنا ما نفرطش في المسكنات، لأن المسكنات دي زي ما هي بتريح الألم ليها أعراض جانبية. ليها أعراض جانبية كتير جدا، بشوف ناس دخلت لمرحلة إن هي وصلت لمرحلة الفشل الكلوي لا قدر الله بسبب المسكنات طبعا، بسبب المسكنات، أو إن لا قدر الله ابتدت تحصل لها مشاكل مزمنة في المعدة بسبب المسكنات على طول. المسكنات بناخدها لما يكون في ألم لفترات صغيرة تحت إشراف طبيب. مش لكن العلاج، لكن الخشونه ملهاش علاج، يعني لو يرجع الركبه زي ما كانت مفيش لغايه النهارده دواء يرجع الخشونه الركبه زي ما كانت. لكن الادويه اللي احنا بناخدها اسمها ادويه الحفاظ على الغضاريف، احنا بنحافظ على الموجود، لكن مفيش دواء بنحافظ على الحاجه اللي وصلت، يعني الخشونه اللي وصلت ليها الركبه المستوى اللي احنا، لكن مفيش دليل علمي يقول ان في دواء بيعالج الخشونه. احنا بنحافظ على اللي موجود. أيوه. وبنحاول نحسن النمط الحياه مع التمارين مع العلاج الطبيعي، ده بيحسن حركة المفصل وده بيقلل الإحساس بالألم. أيوه.